بس ننظم نظامنا الغذائي بحاجة بنكون لبروتينات كتير. الجسم يمكن نكون عم نحط له جرام لكل كيلو، لحديت الجرامين sometimes جرامين ونص لكل كيلو بنحط له، مشان هيك بدنا بروتينات كتير. وبالأكل أكترية السورسز اللي بتعرفون هن الدجاج، الحبش، التونة، السمك، يعني هالمصادر، البيض، هالمصادر تبع البروتين المشهورة كتير والسعر غالي كتير. بس في ناس اليوم ما عندهم بادجت انه يدفعوا هالقد على البروتين تبعهم. مش هيك عملت ريسيرش انا ونقيت لكم 11 نوع اكل فيكم تلاقوهم بالسوق، سورسز للبروتين، مصادر للبروتين ارخص بكتير من الدجاج ومن السمك ومن اللحمه. وهيدا هو مع هيدا هو موضوع البروتين الفيديو رح نحكي فيه اليوم. رح احط لكم اياهم نقطة ورا نقطة، صنف ورا صنف، وشرح لكم عنهم ونحكي اليوم شو فينا نستفيد منهم، كم جرام بروتين بكل صنف فيه. Let's do it. في أرخص من الترمس، ما حدا يقول لي ما في أمن على جسمه بروتين. كل كوب من الترمس المسلوق يعني في بقلبه تقريبا شي 26 جرام بروتين بكل كوب. بس قول كوب يعني كوب يعني تقريبا قد كوب الشاي. هل قد في بروتين؟ 26 جرام بروتين بكل كوب ترمس. لكل الشباب اليوم بده ياخذوا سناك يحافظوا على عضلاتهم بهالشتويه وما بدهم يدفعوا ثروه، ترمس هو شيء كثير مهم لهم. ثاني مصدر هو العدس. جماعه المجدره العدس فيه كثير بروتين، بكل كوب من العدس في تقريبا 18 جرام بروتين. ما تستهونوا فيه، تعرفوا انه بكل صدر دجاج في بين ال 20 و 30 جرام بروتين، يعني قد تقريبا العدس رح يلحق صدر الدجاج. سو وقديش العدس ما حقه شيء؟ نحن عندنا بلبنان فينا يعني متوفر العدس، وفي مين ما كان عنده اكسس على العدس، سو ما حدا يحط لي حجه ما في امن بروتينات جسمه. العدس بنوصل للحمص. الحمص كمان مليء بروتين، بيحبوا الحمص، البليله فيهم بروتين. انتبهوا ما تكتروا زيت لانه بتزيدوا الكالوريز، بس الحمص فيه كثير بروتين. بكل كوب حمص في عندي تقريبا 14 ل 15 جرام بروتين بكل كوب حمص مسلوق. ليكوا قد ايه في بروتين. هلا في نقطه بدي احكيكم عنها هي قصه الكومبليت تشين تبع البروتين. بتلاقوا الفيجنز اليوم بياخذوا من كذا مصدر من النبات، بياخذوا بروتيناتهم كرمال يامنوا الكومبليت امينو اسيدز بروفايل او 9 اسينشال امينو اسيدز تبع الجسم بيأمنوها، لانه مش موجودين بكل السورسز. هلا انتبهوا الترمس فيه، في 9 موجودين بالترمس، بس بالبقيه لا، في تقريبا 3-4 في 3-4 غيرهم ميسنج. سو بنخلط مثلا يمكن رز مع الحمص بطبخات او شيء تنكمل الامينو اسيد بروفايل، وبهالطريقه بنكون عم ناخذ كل الامينو اسيدز. الازيكيا جماعه بوباي تبع السواعد والسبينتش، بتعرفوا بس ياكل بوباي هسباني اسبانغ ملاني ايرون، ملاني قصص كثير مهمه بجسمه وبتغذي، بس كمان فيها بروتين. بكل كوب من اسبانغ، عم نحكي اذا مسلوق بصير كوب وهالقد، في تقريبا 5 جرامات بروتين. صدقوني منا مزحه. تخيلوا انتم عم تركبوا سبينتش محل السلطه تبعكم او ضمن السلطه تبعكم بكوب، قديش بزيد لكم 5 جرامات بروتين على كل وجبه. بالتركيب الذكي فينا نحصل على كل شيء. وما بدي انسى الشوفان. الشوفان بكل كوب منه في عندي 6 جرامات بروتين. طيب انا اذا اخذت شوفان على الترويقه بدل الخبز كون عم زيد 6 جرامات بروتين، هيك عم يطلعوا لي بس لانه حطيت شوفان، ما حطيت خبز مليان سكر وقصص ما لها طعمه. هون بتفوتوا مصادر بروتين ذكيه مع نظامكم الغذائي، بتخففوا كثير من يعني من ضروره اكل الدجاج واللحوم على نظامكم الغذائي، وهيك بينزل البادجت. المعكرونه، هلا كلكم بتقولوا ايه شو المعكرونه؟ ما هي المعكرونه مصدر نشويات، مزبوط مصدر نشويات معكرونه، بس المعكرونه الهول ويت المعموله من الهول جرين، يعني مش معملها كثير بروسيسنج، فيها تقريبا 6 جرامات بكل كوب هيدي المعكرونه. سو انا اليوم اذا حطيت معكرونه بدل مصدر ثاني من النشويات ممكن يكون عم بحصل على اكسترا بروتين
خليني اقلل كميه اللحمه او الدجاج بدي احطها مع هالمعكرونه وعلي نسبه البروتين بنفس الوقت. باي ذا واي اليوم بدي افكر انا اليوم مش هاكل بس كوب معكرونه، يمكن اكل اثنين او ثلاثه على الغداء او على كل وجبه حسب حجمي، اكيد اكل كميه معكرونه معينه بكون عم فوت بلا ما انتبه 10 20 جرام بروتين يمكن من المعكرونه بخلال النهار، وهذا شيء كثير ذكي فينا نستعمله لصالحنا. كمان نوصل على مصدر الفاصوليا الحمراء. الفاصوليا الحمراء يا عين مليانة بروتين. الفاصوليا الحمراء فيها تقريبا بكل كوب 15 جرام، يعني اذا حطيتوا 2 كوب فاصوليا حمراء وتغديتون هو 30 جرام بروتين. ما بدكم شيء ثاني. هلا انتبهوا الامينو اسيد بروفايل منه كامل بالفاصوليا الحمراء، بس بالوجبه اللي بعدها اذا كملناه منه مشكله، مش ضروري يكون مكملين الامينو اسيد بروفايل بكل وجبه. سو فينا ناخذ كوبين من الفاصوليا الحمراء على الغداء نكون اخذنا 30 جرام بروتين وتهنينا وغذينا جسمنا مثل ما لازم. من امريكا اللاتينيه في عندكم الكينوا، بدي اجيب لكم اياها من امريكا اللاتينيه. ليكوا قدنا البشر والكينوا فيها تقريبا بكل كوب 8 جرامات بروتين. هلا اذا طلعت شي مره غالي ما تقولوا على سي اي كي انه اي غليلنا، مبدئيا سعرها مقبول، هيدي مصدر للنشويات وفيها بروتينات كثير. سو بنصحكم اذا وجدت قدامكم تنقوها بدل غيرها، مصدر بدل غيرها اذا بدكم تعلوا البروتينات. ولاولاد الضياع القريشه، القريشه غير شكل يا شباب. بكل كوب من القريش في عندي 23 جرام بروتين، يعني فيها تقريبا قد شيك الواي بروتين اللي بنشتريه بالسطل. ليكو قد ايه القريشه فيها بروتينات وبتشبع وبتغذي. هلا اللي ما بيحب كثير طعمتها في زبط لها طعمتها، بيحط شويه عسل نقطه صغيره، شويه فواكه كمان بتزبط الطعمه. بس القريشه والحلو فيها سديري برودكت، يعني مصدر حيواني، هيدي فيها فل امينو اسيد بروفايل، فيها كل الاحماض الامينيه جسمها بحاجه لها ينبنى اكثر واكثر ويبني لنا هالعضلات القريشه. واذا عم تحبوا الفيديوز تبعي بليز اعملوا لايك ولو سبسكرايب شير لكل اصحابكم، خلينا نجمع سي اي كي نيشن كلنا سوا، نتجمع مش بس على تيك توك وفيسبوك وانستغرام كمان على يوتيوب. وبنوصل لللبن. اللبن زيرو فات، الكوب منه فيه 5 جرامات بروتين وفيري لو ان كالوريز، تقريبا 80 كالوريز و5 جرامات بروتين، يعني اكثريته بروتين، في شويه كاربز معه بس. سو اللبن هو سناك في يكون كتير ذكي او منضيفه على الاكل بطريقة ذكية، يعني اذا عملنا لبن تخيلوا ضفناه على صحن من الرز مع ريد كيدني بينز قديش بيطلع مثلا؟ هلا ما بعرف طلعت الطبخة من عندي، انا ماني كتير شاطر ماني شاف، بس تخيلوا عم نركب هالبروتينات كلها سوا قديش بيطلع هاي البروتين الوجبة تبعنا. صار عندنا اوبشنز كتير كتير كتير. وبنوصل للفيجن نمبر 1 تشويس يلي هو البي بروتين او البازيلا الخضراء، بتشوفوه بكل السبلمنتس الفيجنز. يلا بي بروتين عندنا بسيكي صب، في عندنا كذا مصدر من البيز بروتين. البازيلا الخضراء مصدر كتير مهم للبروتينات، يعني تقريبا بكل كوب من البازيلا الخضراء المسلوقه في عندي 9 جرامات بروتين، وهيدي نعمه، وهذا فينا نحطه سناك تحطه مع الاكل. تخيلوا يعني في ما يكون الوجبه الاساسيه، ليكوا قد ايه فينا نزيد بروتينات من هون ومن هون ومن هون. اخر شيء بنطلع عم نقدر نفوت 2 جرام لكل كيلو من جسمنا، وبنحافظ على عضلاتنا وبنبني عضلاتنا. وقد ما تكون الاوقات صعبه والامكانيات قليله هيك عم ناكل، يمكن هول توفروا فيهم على قصص المقلى عازل عم تاخذون سناك شمال يمين، قصص من السوبر ماركت كلها بروسس. لا عم جيب اكل unprocessed، أنا بطبخه بالبيت وفيه مصدر كتير عالي للبروتين وبوفر فيه وبغذي جسمي للماكسيموم، مش بضطر أكل كل الوقت كميات ضخمة من اللحمة ومن الدجاج ومن السمك. الواحد بده يكون ذكي تركب نظامه الغذائي، وعند الحاجة يعني أم الاختراع. وهلأ عم نخترع لكم وعم تطلع لكم بهالفيديو عاد ما صرتوا سائليني عن مصادر تقدروا فيهم تقطعوا هالمرحلة بطريقة ذكية وتستعملوهم كل حياتكم، مش ضروري بس بهالمرحلة. وأنا هيك بعمل صراحة، إن كان بسي كيتشن بالأكل اللي بيبعتوا لي إياه، sometimes كتير بدي وطي دجاج بعلي الحبوب بعلي بنحط من المصادر اللي عم بنصحكم فيها. سو بدي منكم قد ما فيكم تستفيدوا من هالفيديو، احضروه مرة واثنين ثلاثة، شارت مع كل أصحابكم اللي ما عندهم إمكانيات وعم يحطوا لكم حجج إيه اللحمة غالي والدجاج غالي whatever. سو بعتوا لهم هالفيديو خليهم يستفيدوا منه، وتاج لايك شير مثل العادة، and comment and enjoy your day. See you.